بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الصوت النهاردة يكون كويس، يعني يبقى الصوت كويس صح؟ طب تمام، 10 على 10. يا سبحان الله، هو كان زعلان من يوم الجمعة بس يا جماعة، هو ما كانش متضايق من أي حاجة غير إن هو متضايق من يوم الجمعة بس، ما كانش عاوز يشتغل يوم الجمعة بس، مش بيحب الشغل غير يوم الجمعة. طبعا محاضرة امبارح، يعني ربنا يعلم أساسا، يعني كنتوا شايفين حاجة. وعليكم السلام. امبارح أخباركم إيه؟ هو أنا الحقيقة يعني أستاذ رامي رأفت خلاص حجز العضو المميز داخل المجموعة، عشان هو النهارده بعت لي تاسك، وبعت لي تاسك بكل اللي عملناه امبارح، وعامل فيها شغل كمان. تمام، فبالتالي الناس التانية هتعمل ايه بقى في حياتها يا شباب؟ انا بعت لحضرتك اجابة السؤال فين؟ على المنتدى، هبقى ابص عليه. خلاص اوكي، هبص عليه. شكرا يا استاذ محمود. رامي رفعت، انا قلت كده. انا قلت ان الاستاذ رامي هو اللي حجز العضو المميز. ما قلتش اي حاجة والله. ما قلتش حاجة مش صح يعني. فالناس التانية بقى تحاول تجتهد عشان تاخد زي استاذ رامي، يعني مش هناخد من استاذ رامي العضو المميز، خلاص هو بقى العضو المميز حاليا عندنا. الناس التانية بقى تحاول تجتهد زيه بقى. ماشي رفعت، وانا قلت رأفت، سوري. ماشي، كويس ان انا فاكرة الاسم اساسا يعني. عليكم السلام. طيب باقي الناس، انا كده متاكده ان استاذ رامي وصل للمضمون اللي احنا كنا عايزين نقوله امبارح، بس يا ريت باقي الناس تقول لي هل هم اللي احنا قلناه امبارح وصل لهم ولا لا، هل هم وصلوا للمفاهيم الاساسيه اللي احنا عايزين نوصلها لهم ولا لا، وخاصة إن امبارح كان في مشاكل كتير، كان في مشاكل في النت ومشاكل في الصوت ومشاكل في العرض، وكل المشاكل كانت عندنا امبارح الحمد لله. إن شاء الله تابع. اللي هيتابع يتابع. وصلنا إن شاء الله. طب تمام يا أستاذ محمود، وصل لحضرتك باقي الناس. أنا شايفة العدد 16. نفترض ان فيهم 4 او 5 مش مهتمين بالكورس، الناس اللي هم يعني مش داخلين يستفيدوا من الكورس، داخلين يسجلوا ويدوا ويعملوا زيي كده يعني، فبالتالي يبقى عندنا 10 مثلا، يعني في 2 بس هم اللي وصلهم ولا ايه؟ لسه جديد معاكو، لسه جديد، احنا قربنا نخلص. بس على المهم تشرفنا يعني. اهلا وسهلا أستاذة زينب، أعتقد حمدي دعم فني ولا إيه؟ تمام. أستاذ طارق، إيه الأخبار؟ وفاضل كام محاضرة؟ يعني حوالي بتاع 6 محاضرات 7 كده يعني، إحنا في المحاضرة الثامنة النهاردة، إحنا في المحاضرة الثامنة، يعني بالكتير قوي لو هيبقى باقي لنا ممكن يبقى باقي لنا من التلسكوب بالظبط كده. ماشي، هنتكلم فيه إن شاء الله. خلاص هنتكلم فيه يا أستاذ رامي. وبعدين حضرتك يعني المفروض ما نتكلمش معاك يعني، بسم الله ما شاء الله يعني. هنشرح جافا سيرفر فيسز؟ لا مش هنشرح داخل الكورس ده جافا سيرفر فيسز، ممكن نبقى نعمل حاجة بعد كده يعني، ممكن بس يعني لحد الآن لا، يعني لحد دلوقتي لا. هنخلص الجي اس بي والسيرفلت والكونكت. الصوت مش واضح، يمكن انا وطيت صوتي شوية عشان كتير اشتكوا من صوتي عالي، بس ليس الا يعني. طيب بسرعه كده يقولوا لنا الناس، انا يمكن باخر شويه 5 دقايق ولا حاجه، باخر يمكن الناس تبدا تيجي عشان ما نبداش من الناس تيجي تقول نعيد وكده يعني. حد يفكرنا سريعا في داتا بيز بالكورس؟ هناخد ازاي نكونكت على الداتا بيز؟ استاذ سامر ولا
الكورس ازاي نكونكت على داتابيز من الجافا، يعني ازاي نكلم الداتابيز بس، يعني مالناش دعوه بالداتابيز ككونسبت يعني. اوكي اساسا يعني حضرتك حضرت معانا قبل كده اعتقد. طيب الناس تفكرنا سريعا، احنا امبارح خدنا ايه؟ حد طبق غير الاستاذ رامي؟ طيب الريل، الريل ليست، الهاش مابس. اه حضرتك متابع تمام. ال اي ال تمام يا استاذ محمود، خدنا الاري والاري ليست والهاش ماب، ازاي ان احنا ناكسس الحاجات دي، وقبلهم خدنا البين صح. تمام ممكن نعمل كورس في الاي جي بي. انتوا عايزين كل الكورسات كده يعني ولا ايه؟ طب نخلص حاجه حاجه. طيب يعني انا حاسه ان باقي 8 يعني، باقي لنا عمر تاني لسه يا ده، احنا شوفوا قدامنا 3 اسابيع من بعض. اه ماشي ماشي يا استاذ سامر، شكرا. ماشي تمام. الاوبريتور في الاي ال جافا سيرفر فيسز، عاوزين ربنا ييسر يا رب. اوبريشن اي ان ال اي ال تمام، ودي الكوليكشن تمام. تمام يا استاذ رامي، مين كمان غير استاذ رامي واستاذ محمود؟ استاذ ياسين كنت معانا امبارح اعتقد، فكرنا كده اهم الحاجات اللي كنت فاكرها من امبارح. طيب النهارده هنتابع الاي ال، ويمكن تكون دي اخر محاضره لينا في الاي ال ان شاء الله. خلاص كده اخرنا النهارده في كلام الاي ال، او في كلام الخاص بحاجات الجي اس بي العاديه. بعد كده ممكن ندخل على الكاستم تاجز الموجوده جوه الجي اس بي. ماشي يا جماعه. النهارده باذن الله كنا عاوزين نعرف لو انا عاوزه ادخل على داتا جوه داتا، يعني مثلا البيرسون ده عبارة عن بين، انا عاوزة ادخل جواها اكتر من كده، عاوزة اعرف عربية الشخص الفلاني او كمبيوتر الشخص الفلاني. مراجعة سريعة استاذ سامر، احنا مراجعة سريعة يعني مش عارفة قصة المراجعة دي، مش حباها. ممكن في اخر السيشن النهاردة ممكن اقول لحضرتك حاجة سريعة استاذ سامر، ممكن اخر المحاضرة النهاردة نقول لحضرتك حاجة سريعة. ماشي ماشي تمام. طيب بقول ان النهارده لو انا عاوزه ادخل على المراجعه، طيب ماشي احنا نبقى نعمل حصتين مراجعه في الاخر يعني زي الدروس الخصوصيه كده. طيب بنقول ان انا لو عاوزه اعرف البيانات بتاع شركه فلان، فلان بيشتغل في شركه ايه مثلا، فانا عاوزه اجيب البيان بتاعه، او ان هو راكب عربيه نوعها ايه وهكذا. يمكن هنكمل جزئيه النهارده خاصه بالبينا، او البين ازاي ان اكسس البين من خلال ايه الا من خلال مثال. يعني مش عارفه الامثله دي كويسه معاكم ولا ايه، مستواها عامل ايه معاكم، امثله اخبارها ايه معاكم، ممكن تدوني ارائكم بسرعه كده. يعني الافضل ان احنا نشرح شويه نظري. تمام كويسه جدا استاذ محمود، تمام كويسه. تمام خلاص اوكي. طيب المثال اللي معانا النهارده هنبص عليه، وانا سوري ما عملتش شير. اه معلش انا لسه هسترت شير. اوكي ماشي معلش معلش انا اسفه، انا المفروض كنت عملت شير من بدري بس انا نسيت. اوكي هعمل الشير للمثال، والمثال عاوزنا نتعرف من خلاله على شركة حد من الأفراد، يعني فلان بيشتغل في الشركة الفلانية، فأنا عاوز أطبع الداتا دي، عاوز أطبع اسمه، عاوز أطبع، عايزة أطبع الداتا بتاع فلان الفلاني. تمام الشير كده، الشير تمام، سامعيني الشير تمام يا جماعة؟ عاوزة أتأكد إن الشير شغال. لا لا شغال لسه بيحمل. اوكي تسجيل 2 ده معناه انه شغال ولا مش شغال؟ لسه بيحمل، شغال يدينا شغال. تمام اشتغل تمام. طب معلش كل الناس تشتغل عندها شير عشان اطلع بره بره الصوره دي او بره الشاشه دي. لا طارق لا، ليه عندك مشكلة؟ أكيد أنا شايف صورة سودة لسه لسه كده. ميت بينز
شايفين ان الدين الميت بينز يا جماعة قصادكم اشتغل تمام. باقي الناس طيب، باقي الناس اشتغل عندها ولا لا؟ شاشة سودا والسهم بيتحرك، يا ساتر يا رب، كل ده حصل. طب انا عن ميت بينز حاليا، لو حد شاف ان ميت بينز اشتغل اشتغل تمام، يبقى اشتغل الحمد لله شغال. طب تمام يا شباب، بصوا المثال اللي معانا خلاص انا بقرر الشير بقى، فلو في مشكلة في الشير او في الصوت حضراتكم الدعم الفني بلغوني بس عن طريق الايميل. اوكي دلوقتي المثال اللي معانا بيتكلم ان احنا عاوزين نطبع الشركة بتاعت فلان، ودي الصورة النهائية اللي احنا عايزين نطبعها، عايزين نطبع اسمه فيرست نيم واللاست نيم واسم الشركة والشركة دي بتشتغل في ايه. الغرض الاساسي من المثال اللي احنا هنقوله دلوقتي عاوز اعرف اسمه الاول واسمه الثاني والكمباني نيم اسم الشركه بتاعته والشركه بتاعته دي بتشتغل في ايه. تمام دي الجي اس بي اللي عاوز اعرضها تمام، ودي الداتا اللي المفروض انا هشوفها، نشوف النتيجه دلوقتي قبل ما نشوف الحل. يعني دي الداتا اللي انا هشوفها، طبعا اللي فوق ده اكسس عادي يعني، طبعا مفيش داتا لان انا برن الجي اس بي المفروض ارن سيرفر. شكرا. تمام هي دي الجي اس بي النهائيه المفروض انا اوصل لها. لو انا هاكسسها عن طريق البينا العاديه هيقول لي فيرست نيم احمد ولاست نيم علي والكمباني اي بي ام وهي بتشتغل في التريننج، ودي بالطريقه الثانيه اللي المفروض ان احنا هنتعرف عليها النهارده، والطريقتين موجودين اهم عندي. اول طريقه اللي هي بقول له نيم دوت فيرست نيم، نيم دوت لاست نيم، كمباني دوت كمباني نيم، كمباني دوت بزنس. طبعا ده اللي خدناه المره اللي فاتت، ده اللي اتعرفنا عليه المره اللي فاتت. الطريقه العاديه انا اجيب اسمه اسمه واسمه الثاني من خلال النيم والكمباني والبيزنس من خلال الكمباني، لكن انا عايزه اجمع كل الناس دي في حته واحده واكسسها، عاوزه ادخل من خلال داتا واجيب كل الداتا بتاعته. اوكي يبقى عندي دي الجي اس بي النهائيه، دي النتيجه اللي انا عاوزه اوصل لها. تمام عاوزين نعرف الكلام ده اتعمل ازاي. اولا عملت السيرفلت، نبص على السيرفلت. السيرفلت ايه الشغل اللي فيه؟ عملنا ام بي نيم ودي عباره عن بين. تمام نبص على الام بي نيم، فين الام بي نيم؟ اهي فيها ايه الام بي نيم؟ فيها فيرست نيم ولاست نيم. تمام فيرست نيم وستر وجيتر عاديين، ستر وجيتر، وعملنا كونستراكتور عشان هنديله الداتا من خلال ايه؟ من خلال الكونستراكتور. تمام بعد كده رحنا ادينا له احمد وعلي ماشي. بعدين عملنا كامباني، كامباني فين؟ اسم الشركه اي بي ام وتريننج، شغاله في التريننج. الكامباني برضو عملنا لها كامباني نيم والبيزنس بتاعها ماشي الحال. بعد كده ستر وجيتر عاديين وبرضو كونستراكتور عشان نديها الداتا في من خلال الكونستراكتور. تمام بعد كده عملنا كامباني، عملنا منها اوبجكت وادينا له الداتا هنا. جينا بعد كده عملنا حاجه اسمها امبلوي، الموظف او الامبلوي ده عطينا له الاسم وعطينا له السي اللي هي الكامباني وعطينا له النيم الان اللي هي الامب نيم. فيها ايه بقى؟ فيها اوبجكت من الان وفيها اوبجكت من السي، وعملنا له جيتر وستر نفس القصة، يعني هي كلها فكرة واحدة. وبعتناهم لمين؟ للكونستراكتور. تمام بس وانس ان انا خلصت كده خلاص ببعتها للريكوست باسم داتا. طبعا فيني ان انا ما اعملش السطرين دول لو انا مش عاوزة اكسس بالطريقة العادية، ببعتها باسم داتا ومن خلال الداتا بقول له دوت نيم، لان النيم جوه الداتا حاليا، جوه النيم ده ايه؟ في فيرست نيم وفي لاست نيم، وجوه السي في كومباني نيم وفي بيزنس. تاني نبص تاني على السيرفلت، حاليا الداتا دي شايله الاي، الاي شايله ايه؟ شايله السي والان،
تمام. يبقى الداتا شايله كل الداتا اللي فوق دي، شايله كل الناس دي. طب عاوزه اكسس، هعمل ايه؟ هقول داتا دوت، تمام، دوت ايه بقى؟ تمام، دوت ايه؟ سنتر فيها اتنين. طب معلش اسفه، اعمل ريفرش. واضحه ايه الاخبار يا جماعه؟ انتوا مش هنا؟ استاذ احمد حسن بيقول اقدر بدل ما اخلي احمد وعلي اخليها تكست بوكس عشان تبقى دايناميك. تمام. طيب استاذ احمد حسن، فيك تخليها مش تكست، مش تكست بوكس. ممكن فيك تخليها كده طبعا، وده اللي عليكم التاسك اللي عليكم النهارده ان شاء الله. ده اللي انا كنت مجهزه لكم باذن الله، يعني لازم لازم يبقى في حاجه تركية في النص عشان انت تعملها. تمام، انت اديتنا الحل واديتنا الاجابات، شكرا. اسم الاتربيوت الثاني مين بقى؟ مين الاتربيوت الثاني يا استاذ رامي؟ دوت اسم. تمام، اسم الاتربيوت، اسم الاتربيوت الثاني. معلش انا ما كنتش واخده بالي حضرتك بتقول ايه. تمام تمام كده، اوكي. يبقى بالظبط كده، يبقى انا بجيب الاي الداتا سوري، وبجيب منها هي فيها ايه، نيم، والنيم جواها ايه، فيرست نيم، وهكذا جواها لاست نيم، وهكذا جواها كومباني، وهكذا جواها بيزنس. فبالتالي بيدينا النتيجه اللي احنا شفناها، اللي هي هيز نيم علي وهيز لاست نيم علي، سوري احمد وعلي، وهو شغال في الاي بي ام وبيشتغل في التريننج. تمام. امال اللي فوق ده ايه؟ اللي فوق ده كان العادي بتاعنا، ان احنا عملنا هنا، عملت اوبشن زياده عشان اوريكم الفرق. بس بعت نيم، بعت الان للنيم في ريكويست، وبعت السي لكم في ريكويست، وعملت ايه، اكسس ليهم. ماشي، دي طريقه ان انا باخد عنصر واحد، لكن دي باخد داخل عنصر. عاوز اعرف شركه فلان او عربيه فلان وهكذا، او بيت فلان، الداتا بتاعته الكامله من خلال عنصر واحد بس يبقى معايا وهو اللي شغال، فبعمله بالطريقه دي. تمام يا شباب، في مشاكل في المثال؟ حد عنده مشاكل في المثال؟ حد عنده مشكله عشان ننقل لحاجه تانية؟ تمام ماشي يا استاذ رام. باقي الشباب، باقي الشباب، بقول الشباب عشان حاسه ان الكورس ما فيهوش بنات، يعني كان في واحده بس من فلسطين وانقطع تقريبا، فحدش عنده مشاكل، كل الناس فاهمه. استاذ احمد حسن ما شفنا لكش شغل، كل الناس بتبعت شغل الا استاذ احمد حسن. استاذ طارق اللي اعتذر منه وخلاص على كده، استاذ احمد حسن بعت لنا الشغل ده من خلال تكست فيه، مش انت بس، كل اللي يحب. وعلى فكره مش اجباري، لو عاوز تحصل ان شاء الله هبعت باذن الله. اذا كنتوا عايزين تحصلوا على العضو المميز داخل المنتدى، فالمفروض ان انتوا تجتهدوا وتبعتوا لنا شغل. ماشي يا شباب. طيب عاوزه تاكيد اخير، المثال في حاجه، في مشكله؟ جيت متاخر يعني بمعنى ايه؟ لا، بكره ان شاء الله كل هتكون عند حضرتك. يا خبر ابيض، هتعمل كل الشغل ده؟ طب تمام يا استاذ طارق. تمام. ميس وحيده، ايه يا ميس دينا، شفتك مرتين او ثلاثه، مش بشوف اي شغل ليه؟ عاوزه العنصر النسائي يشتغل شويه، ممكن نظره ساعه على اول الحلقه. اول الحلقه ما كانش فيها جديد يعني. اول الحلقه هقولها في اخر الحلقه عشان الناس اللي تيجي متاخر بعد كده تلتزم. الناس اللي بتحب تراجع نراجع في الاخر، لكن الناس اللي بتيجي ملتزمه ما اقدرش اخرها. تمام. في حد يا جماعه عنده مشكله في المثال ده؟ ولا لا، كل الناس فاهمه؟ ماشي، اوكي، ماشي، تمام، خلاص، ماشي يا استاذ طارق. تمام، كل الشباب الباقي حد عنده مشاكل عشان اقدر اكمل؟ متابعه، ماشي. هو اللي جاي مش متعلق باللي احنا قلناه دلوقتي، اللي جاي يا استاذ جيكي ولا ايه الاسم، مش عارفه الاسامي، انتوا بتكتبوا اسامي صعبه يعني، او يمكن هي اللي صعبه يمكن.
بقول ان معلش هقول حاجة تاني اللي جاي مش متعلق باللي فات. خلاص احنا كده هننتقل للنقطة التانية، وهي بتتكلم عن ازاي نعمل انكلود وفورورد من خلال الجي اس بي. تمام، اخدنا قبل كده سندر دايركت وفورورد وانكلود داخل السيرفلت، والنهارده هنكمل باقي الحاجات على انكلود وفورورد والفرق بينهم وداخل الجي اس بي. نبص معانا على الامثله اللي جايه دي. طيب المثال اللي عندي بيقول انا عايزه، فاكرين الدايركتيفز؟ كلنا خدنا الدايركتيف، فاكرينها يمكن. عاوزين نعمل انكلود لصفحه، فلما بعمل انكلود لصفحه بعملها بالشكل الاتي من خلال الدايركتيف، وبقول له فايل وبقول له اسم الصفحه في السترنجايه. حلو الكلام؟ تمام. وممكن اكتب حاجه في النص هنا، اي حاجه اي كلام، وبعدين اعمل انكلود لصفحه تاني بنفس الطريقه، بس اخلي بالي عشان الترتيب الصفحات، يعني انا لو كتبت الفوتر فوق هتيجي قبل الهيدر طبعا. حلو الكلام. انكلود بالطريقه دي يا جماعه بنسميها بتتم في الترانسليشن، في مرحله الترانسليشن للفولدر للفايل اللي معايا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الصفحه اللي هي اللي اسمها مين معانا دي هتجمع الهيدر وهتجمع الفوتر، وبعدين هي كلها على بعض يحصل لها عمليه ايه بقى؟ يحصل لها البروسيس من الاول كانها جي اس بي واحده. ماشي، عشان في واحده تانية هناخدها دلوقتي مختلفه. فالانكلود بالطريقه دي بتاخد كل الصفحات اللي هي متضامنه معاها اللي هي هتستخدمها، بتاخدها من اول المشوار، تاخدها وتبدا تتم كل المراحل بتاعتها معاها بالظبط طول الطريق. بمعنى ايه؟ بمعنى كل مراحل اللي بيمر بيها الجي اس بي قبل ما يتحول لسيرفلت بتمر معاها الصفحات التانية فيها دي بطريقة الدايركتيف. يبقى أنا عندي الهيدر والفوتر هيبقوا ضمن الصفحة دي وهيعيشوا كل المراحل اللي هتعيشها الصفحة دي. الطريقة دي اسمها الدايركتيف. تمام. طيب عايزين نرن الصفحة دي، الهيدر والفوتر عندي. هنبص على الهيدر عندي هي عبارة عن صفحة جي اس بي تانية معرفة فيها اكونت ومعرفة فيها ميثود. الميثود دي بتزود الكاونت بس، وبنعمل كولينج للميثود دي، وفي الاخر بنطبع الكاونت كم مره دخلنا على الصف، يعني اي كلام كده يعني. ماشي. الفوتر بقى فيها ايه؟ الفوتر بتقول ان ده كوبي رايت ات اتطبعت في 2013. تمام. طيب الصفحه الاساسيه فيها ايه؟ ثانك يو فور فيزيتنج ماي بيج. طب عاوزين نشوف الكلام ده هيحصل في ايه لو رنينا الصفحه الاساسيه. يبقى المين هيبقى فيها هيدر. تمام. نبص بقى هنا، ده الفوتر. تمام، ودي صفحة المين. تمام، ودي صفحة الهيدر. حلو الكلام. ممكن أبطأ يعني، في حد عنده مشاكل؟ خلاص المثال ده خلص. حد عنده مشاكل؟ بالظبط يا استاذ ياسين، حلو السؤال ده. لا تمام. نو لا تمام. تمام. طيب عشان نشوف هتزود ولا لا. ماشي اوكي، هعمل ريفرش. ماشي. انتوا مش واثقين فيا ولا بار. اعمل كمان. يا استاذ طارق ايه الاخبار، زودت ولا لا؟ ليه بنعمل صفحه داخل صفحه للتقسيم يعني؟ للتقسيم يعني. ايوه يا استاذ حسن، يا استاذ احمد حسن، بنعمل التقسيم. مش انت غالب دايما بيبقى عندنا في الويب ابلكيشن صفحات كذا صفحه فوق والهوم ومش عارفه ايه وكده وكده، صفحه وفوتر. ايوه بالظبط كده، قمت تقسيم الصفحه الهيدر وفوتر. تمام تمام تاني، نقول تاني. استاذ في حد سألني سؤال عجبني الصراحة، هتتحول لسيرفلت واحد ولا لثلاثة؟ استاذ ياسين بتوع المغرب بنقول شاطرين،
طيب لو الصفحة منهم غير موجودة هيضرب ولا مش هيعرضها وخلاص؟ انت قول بقى. طيب لو الصفحة مش منهم غير موجودة هيضرب ولا مش هيعرضها وخلاص؟ حد مش موجود. ايه الاخبار؟ في صوت؟ هو في امل ان النت يقطع ان شاء الله. فيعني انتوا حاولوا ناخد اي معلومة قبل ما النت يقطع، عشان لسه بيقول لي على فكرة النت نت ضعيف. واضح الصوت؟ طب تمام. طيب نقول تاني، معلش انا هجمع كل الاسئلة. استاذ رامي سألني سؤال بيقول لي لو فيهم صفحة مش موجودة ايه اللي هيحصل؟ هيقول لي في صفحة مش موجودة، هيطلع لي كده على فكرة في الفوتر مش موجود، مش قادر يتعرف على الفوتر. طيب بالنسبة للسيرفلت، استاذ بيسأل ايه السيرفلت؟ ممكن ما يعرضش صفحة هنجربها دلوقتي عشان ما نقولش اي حاجة، انتوا بتقتنعوش غير ما بتشوفوا. نشوفها، هنجربها دلوقتي، هنشيل يعني صفحة ونشوفه هيعمل ايه. ماشي، بس في نهاية المثال عشان ممكن اكون مستخدمة الصفحات دي في حتة تانية. اوكي، بس فكروني بس. ماشي، هنشيل صفحة منهم ونشوف هو هيعمل ايه. طيب المثال كما هو حاليا في مشاكل؟ تمام، المثال الحالي كما هو هل في مشاكل؟ اغير اسم الصفحة ماشي، او اغير اسم الصفحة ماشي، بس ماشي اوكي ماشي، بس ثواني بس يعني سيب خير وبعد كده هنقول، او نغير اسم الصفحة ماشي. بس نبص بس على حاجة اللي هي بتاعة السيرفلت، نبص على قصة السيرفلت عشان قبل ما ننسى. طيب ايه اللي هيحصل؟ استاذ ياسين بيسألنا هل هو هيبقى سيرفلت واحد ولا ثلاثة سيرفلت؟ نبص. بصوا ده السيرفلت اللي اتحول للجي اس بي. طبعا السيرفلت طويل، شايفين ده بقى عمل ازاي؟ خليكم معايا بقى عشان هنبدأ نشوفهم صفحة في صفحة. الكلام ده كان موجود فين؟ شايفينه موجود فين؟ الكلام ده موجود فين؟ شايفينه؟ ده في الهيدر. تمام، ثانك يو فور فيزيتنج. شايفين السطر ده؟ كوبي رايت ده كان موجود فين؟ ثانك يو فور فيزيتنج دي موجودة فين؟ في المين. طب الفوتر فيها ايه؟ كوبي رايت. كوبي رايت موجودة هنا اهي. يبقى هو اتحول كام وصل كام سيرفلت يا جماعة؟ هو اتحول لكام سيرفلت؟ واحد، مظبوط كده يا استاذ ياسين؟ واحد. تمام، بس كل الصفحات التانية الفوتر والهيدر اصبحت جزء لا يتجزأ من المين، ومرت بكل المراحل من بدايتها. تمام، مرت بكل المراحل من بدايتها، من بداية ايه؟ من بداية ما بدأ يستخدم من بداية ما قبل ما يتحول سيرفلت، بدأ كل المراحل قبل ما يتحول سيرفلت. ماشي، طيب يعني قد يكون الكلام ده بنقول عليه ايه؟ انه خلاص خد الحاجات اللي موجودة هناك وبقت استاتيك عنده، يعني بمفهوم احنا كده بقت استاتيك عنده، بقت بتاعته. تمام، لما بقى يحصل تغيير على الصفحة المين الأساسية ويعمل لها ريكومبايل من أول وجديد ممكن يحصل تعديل على الصفحة. ماشي، طيب نبص على حاجة تانية. عندي مثال تاني، أنا مش هنسى القصة اللي أنتوا قلتوا عليها، لو شيلنا صفحة من الصفحات هنعمل فيها إيه؟ هنشيل المثال ده، إحنا مش عايزينه دلوقتي مؤقتا. طيب ونبص على الصفحة دي، الصفحة دي اسمها ايه؟ فاكرين السطر ده كنا بنكتبه ازاي؟ حد يفكرني كده اسمه ايه السطر ده كده؟ من غير انكلود طبعا. السطر ده كده كنا بنكتبه امتى؟ ستاندر اكشن. تمام كده، بالظبط كده، شكرا يا استاذ محمود، مصر بدأت تشتغل جامد يعني.
مصر بدأت تشتغل جامد. بالظبط، هو ستاندر، هي برضو انكلود ستاندر. وبتتم فين؟ بتتم في الران تايم. بتتم فين يا شباب؟ بتتم في الران تايم. ماشي، طيب نرنها كده ونشوف ايه اللي هيحصل. الصفحة دي فيها ايه؟ عندي فيها هيدر وفيها ويلكم وفيها فوت. طب نبص على الويلكم، احنا شفنا الهيدر، الويلكم اهي تمام، فيها الهيدر وفيها الفوتر وفيها الويلكم، ودي الصفحة الجديدة اللي معانا المرة دي. حلو الكلام، وهنعمل لها ريفرش عشان نتأكد ان هي بتجيب داتا مختلفة. زي ما استاذ في حد فيكم قال لي اعمل لي ريفرش. تمام، وعليكم السلام. ماشي، طيب في مشاكل في المثال ده. يبقى عندي انكلود دايركتيف وعندي انكلود اكشن. حلو الكلام، ايه الفرق بينهم بقى؟ في حد عنده مشاكل الاول وبعدين نعرف الفرق بينهم. ماشي ماشي، هعيده من الاول. ماشي، مفيش مشاكل، مثال من الاول مفيش مشكلة، اقوله تاني مفيش مشاكل، مش عشان ده مش مراجعة. طيب في حد عنده مشاكل؟ لا والله ما شفتش انا. استاذ محمود؟ لا لا، استاذ رامي؟ لا. تمام، اتنين بس لا، والباقيين كل الناس تمام، يعني الستاشر التانيين مفيش مشاكل فيها. طيب نبص على مثال تاني عشان الاستاذ احمد يقول. بنقول هنا عندي المثال ده عبارة عن صفحة، الصفحة دي اسمها انكلود اكشن. وقلنا من شوية، هل الناس قلنا من شوية ان انكلود اكشن بتتم كتابتها بالطريقة دي، وما بكتبش فايل، بكتب بيج تمام، وبكتب فيها اسم الجي اس بي اللي انا عايزاه او اللي انا عاوزة اتضمنه معايا يعني. تمام، بس عندي هيدر، والهيدر دي احنا شفناها من شوية، وعندي فوتر، الفوتر دي اهي، ممكن اجيب لكم الهيدر تاني. سوري. كنا فين؟ هنجيب الفوتر والهيدر. الهيدر هنجيب الفوتر. معلش تاني، الفوتر اهي عندي وفيها الجملة دي، عندي الهيدر وفيها الميثود دي والفاريبل ده، وبيعرض لي الجملة دي. وعندي ويلكم بتعرض لي بس الجملة دي. طب انا عاوزة اخد الثلاث صفحات دول معايا، فعملته بالطريقة دي، قلت له جي اس بي انكلود، وهي عبارة عن اكشن انكلود، وبكتب فيها بيج وبكتب فيها اسم الصفحة بس. وانس ان انا رنتها بيجيب لي كل الداتا اللي موجودة عندي في كل الصفحات دي. طيب اهي، جاب لي فوق الهيدر، وجاب لي في النص ويلكم، وجاب لي تحت الفوتر. حلو الكلام. طيب ايه الفرق بينها وبين انكلود التانية؟ دي بتتم في الران تايم، معناها ان هي كل مراحل الجي اس بي الاولانيه بتحصل ماليش دعوه بيها، اول ما بيشوف الاكشن بيبدا ايه، يروح يجيب المضمون اللي جوه الصفحات دي وياخده معاه. تاني، الصفحات دي بتيجي امتى؟ بتيجي في وقت الران تايم بس، يعني الصفحه اللي اسمها انكلود اكشن بتعيش حياتها عادي، ملناش دعوه بيها خالص، مش مسؤول انا عنها في اي حاجه. بس وانس ان هو لقى الجي اس بي انكلود دي، بيبدا ايه، يروح يجيب الداتا اللي جواها في الران تايم. معنى كده ان السيرفلت بتاعها شكله ايه؟ السيرفلت بتاعها عاوزين نشوف السيرفلت بتاع انكلود اكشن. بصوا السيرفلت بقى مختلف ازاي، شوفوا السيرفلت هيكون مختلف ازاي. فاكرين السيرفلت التاني اهو، كاتب لي الران تايم واخدها بس معاه في الريسبونس وفي الريكوست. فاكرين السيرفلت التاني كان عامل ازاي؟ هجيب لكم دلوقتي السيرفلت التاني.
مين؟ بصوا السيرفل، الفرق بين السيرفل ده والسيرفل التاني، التاني ده الانكلود واخدهم، واخدهم داتا عنده، شايفين واخدهم داتا عنده ازاي؟ ده بقى بياخدهم كأنه في الران تايم بس، بياخده في الران تايم بس، يعني بيعيش حياته في الاول ويحصل له انشلايزيشن ويحصل له كل حاجه في حياته، ويبدا اول ما يلاقيهم ياخدهم معاه، يبعت يجيبهم، ياخد الداتا بتاعته منهم. ماشي؟ ماشي يا شباب، في مشاكل؟ طيب شايفة الناس بتسأل في حاجات خارج الكورس، مش عارفة بقى استنى لما تخلصوا، ولا مش يعني يقولولي لما تخلصوا تقولولي، ولا نشتغل، ولا ايه النظام؟ يعني الناس اللي بتسأل خارج نطاق الكورس ايه النظام؟ نكمل شرح ولا تجاوبوا على بعض وتسألوا بعض الأول؟ أنا ما عنديش ناكل يعني، فيني استناك. يا شباب مش شايفة رد، ده معناه ايه؟ ان انتوا هتكملوا حوار ولا هنكمل شرح ولا ايه النظام؟ لا مفيش مشاكل. طب تمام، طيب حد بقى يقول لي بسرعة كده ايه اللي احنا قلناه، ايه القصة؟ حد يقول لي بسرعة ايه اللي حصل دلوقتي؟ مشفتش حاجة برضو يعني. كملي. طبعا خلاص انا خلصت كلام، لا انا بسأل على حاجة تاني، بسأل احنا خدنا ايه دلوقتي، ايه اللي حصل دلوقتي، مش قصدي بتكلم على القصة اللي انتوا بتحكوا فيها، انا بتكلم ايه اللي خدناه دلوقتي، ايه القصة النهائية اللي انتوا استفدتوها؟ اخدنا طريقتين للانكلود، تمام، ايه وايه وايه الفرق بينهم؟ الفرق ما بين السيرفت اللي بيتكون بين الانكلود الستاندر والانكلود العادي، تمام، ايه الفرق بقى؟ حد يقول لي ايه الفرق ما بين السيرفلت ده والسيرفلت ده؟ اشتغل في الران تايم، الفرق بينهم واحدة، فرق بينهم واحدة في الران تايم والتانية بعد السيرفلت. يعني ايه بعد السيرفلت؟ معلش استاذ رامي يقول لي كده، التانية بعد السيرفلت، يعني ايه بعد السيرفلت؟ واحدة في الران تايم وواحدة ايه؟ واحدة في الران تايم وواحدة في بداية المراحل للجي اس بي قبل الانشلايزيشن وقبل أي حاجة، تمام؟ يعني لو قلنا كده يعني للتقريب ممكن نقول واحدة ستاتيك كده وواحدة ايه دايناميك، شغالة معايا على طول، أي تحديث ابديتد، تمام؟ واحدة ابديتد ويز بيجيننج، تمام كده يا أستاذ محمود، تمام كله تمام. هل هي كأنها داتا؟ ايوه بالظبط كده، بالظبط كده، تمام يا استاذ طارق، هو ده هو ده المقصود اللي احنا عايزين نقوله بالظبط، تمام. طيب نبص على الدنيا ونشوف ايه الاخبار تاني. خلاص بص على الجي اس بي، خدنا الانكلود، نبص نرجع لهم طبعا عشان قصه. طب لو حسنا واحده ايه اللي هيحصل؟ جبنا بقى واحده دايركتيف، واحده دايركتيف وواحده دايناميك، تمام، او اللي هي بنسميها في الران تايم. فاكرين الصفحات بتاع امبارح اللي هي امبريست اوبجكت والاوبريتور، والصفحه بتاعتنا الاساسيه هيبقى فيها هالو وورلد، تمام. هنرن القصه دي ونشوف الدنيا فيها ايه، وطبعا هنتفرج على السيرفرز بتاعهم بالظبط كده. دي بتاعه الامبريست اوبجكت، ودي الصفحه اللي هي احنا كنا فيها، ودي الصفحه بتاعه الاوبريتور، جبناهم الثلاثه مع بعض، تمام. دي خاصه بايه؟ بالانكلود العاديه، ودي خاصه بالانكلود الستاندر، ماشي. طب نبص بقى على السيرفر بتاعها،
السيرفلت بتاعها شايفين الامبليسيت اوبجكت فين؟ شايفينها فين؟ فوق خالص ستاتيك، حتى كاتب لي عليها ستاتيك. فوق خالص قبل اي حاجه ما تحصل جوه، جوه مين؟ جوه الانشلايزيشن قبل اي حاجه، لسه هتعيش كل المراحل معاه. تمام، وخدها هنا الامبليسيت اوبجكت، خدها كانها تبعه بالظبط، هتعيش كل المراحل معاه. لكن الاوبريتور اهو ده السطر بتاع الاوبريتور، خدها كران تايم بس. ماشي، ودي الجملة بتاعته الأساسية اللي هو كان كاتبها. كان في جملة اللي هي، حد يفكرني الجملة كانت ايه؟ هاو ار يو أو حاجة زي كده. جملة فين الجملة؟ اللي هي هلو وورلد اهي، دي الجملة بتاعت الصفحة الأساسية. كده دخل على الأوبريتور عشان هي ايه؟ عشان هي في الران تايم. ماشي، طيب في مشاكل لحد كده؟ اتمنى ما يكونش في مشاكل. في مشاكل؟ مفيش مشاكل اعتقد، لان هو نفس الكلام اللي احنا قلناه من شويه. طيب دلوقتي عاوزين نبص على حاجه ثالثه اسمها الفورورد. فاكرين الفورورد؟ حد فاكر الفورورد بتعمل ايه؟ الفورورد، حد فاكر الفورورد بتعمل ايه؟ طيب قولوا لنا كده الفورورد بتعمل ايه؟ ايه شغل الفورورد؟ بالظبط كده، بتوديني لصفحة تانية. تمام، بتنقلني على الصفحة اللي بعدها او صفحة تانية، بتدي الشغل لحد تاني. كلاينت سايد، هي كلاينت سايد؟ حد قال انها كلاينت سايد؟ مين اللي قال الكلام ده؟ نافيجيشن. بالظبط كده يا استاذ محمود، هي بتعمل عمل النافيجيشن. طب عاوزين نبص على الفورورد بتتعمل ازاي جوه الجي اس بي، وعندنا ديمو ليها. طيب بصوا على دي بيج جي اس بي عاديه مسمينها ديمو فورورد، وعاملين فيها كلمه ويلكم. وخلي بالكم من الجزئيه دي، في جمله ويلكم وعندي تحت كلمه جود باي. تمام، وعرفنا فاريبل اسم كي وفاريبل اسم اتش، واديناهم قيم 10 و5 وعملنا تشيك عليهم. وبعد كده لو حصل نتيجه التشيك ده ترو هيروح الصفحه دي، لو فولس هيروح. تمام، طب هنا الفورورد معموله بايه؟ الفورورد معموله ايه؟ معموله ستاندر ولا معموله ايه؟ معموله ستاندر. طيب عاوزين نبص نتيجه، نرن الصفحه دي ونشوف نتيجتها ايه. طبعا احنا عاوزين نشوف صفحه 1 الاول قبل ما نشوف، قبل ما نشوف الديمو عاوزين نشوف صفحة 1 وصفحة 2. طيب عندي صفحة 1، صفحة 1 هيعمل لي البيجي كولر للبادي جرين، وهيعمل لي الفونت هيبقى يلو، وللكلمة دي للجملة دي. طب صفحة 2 هيعمل لي بلو ويلو. تمام، طب هي هترجع ايه؟ طبعا رجعت دي. طب احنا لو غيرنا، وعملنا ريفرش يروح للصفحة الثانية. تمام، طيب كان في جملة مكتوبة في الصفحة الأساسية، حد فاكرها؟ مين فاكر الجمل؟ ستاندر يا أستاذ أحمد حسن، دي ستاندر على فكرة. ويلكم. تمام، فين بقى ويلكم دي؟ مفيش ولا ويلكم ولا في باي باي أو ولا جود باي حتى. ليه بقى مفيش الكلام ده؟ خلاص في الفورورد طالما هو خد الشغل ملوش دعوه بحد، ملوش دعوه بحد، هو بيروح للصفحه هي اللي تقوم بالشغل. بي 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 ما بيخليش حاجه وراه، يعني ولا بيكتب وراه ولا قدامه، خلاص الشغل راح لحد تاني ملوش هو دعوه بالقصه دي خالص. ماشي،
تمام كده. طيب في مشاكل في الفورورد؟ في مشاكل في الفورورد؟ احلى حاجه ان هما 3 4 هما اللي فاهمين معايا، الباقيين ما لهمش دعوه بالقصه، يعني هما جايين حضور بس، يعني مش فاهمه ليه. طيب سؤال في الحته اللي فاتت، هل هيفصل هيفضل افضل استخدام الدايركت او الاكشن؟ هو اعتقد ان الاكشن افضل يا جماعه، عموما الاكشن افضل كل اللي بغض النظر عن الداتا، يعني الاكشن عموما هيبقى افضل. ليه؟ عشان يبقى ابديتد، عشان يبقى في الران تايم الداتا متجدده. ماشي يا استاذ طارق. طيب باقي الشباب، استاذ رامي لا، استاذ محمود لا، خلاص عرفنا ممكن يسبب ديلي، والله على حسب مالها بقى. ما احنا عارفين ان هي هارمفول وكل حاجة، وعليكم السلام، عارفين ان هي هارمفول وكل حاجة، بس احنا يعني استخدمناها تشكاية بس كده في الران تايم. ماشي بقى، اوكي جزء الستاندر هيتقل على الميموري في الران تايم. والله احنا ادينا الطريقتين، لو انت عندك الشغل او شايف ان الجزئيه دي هيبقى فيها ران في هيبقى فيها مشاكل، استخدم الطريقه الثانيه، بس انت عندك فوائد لطريقه الران تايم. تمام، فانت شوف على حسب الاحتياج اللي قدامك. لا سكيورتي، لو عايز استنى عشان كده سكيورتي. مش فاهمة يا أستاذ محمود عاوز تقول ايه. الستاندر فور سكيورتي لانها بتروح للسيرفر، مش عارفه ليه. استاذ ايهاب يعني ايه مش عارفه ليه؟ طيب مش نكمل، اكيد ان احنا هنكمل يعني خلاص. قصة الفورورد ودي قصة الانكلود بالطريقتين، اعتقد ان ما عندكوش فيها مشاكل جامدة قوي، او في فكرتها وفكرتها سهلة. كنا عاوزين نبص على، بصينا على السيرفلت ولا ما بصيناش؟ معلش قولولي احنا بصينا على السيرفلت ليه ولا ما بصيناش؟ اخر واحدة للفورورد، لا نبص على السيرفلت للديمو. للديمو فورورد في الفورورد ده السيرفلت ليها. تمام، وطبعا هي في الاثنين ثاندر ماشي، فبالتالي هو بياخدها برضو يعني نفس الفكرة، بيفورورد ليها على طول ومش مش محتاج في اي حاجة. ماشي، في استاذ رامي كان سألنا في بداية الموضوع، طب احنا في انهي واحد، في انهي حاجة سألنا؟ قال في حد يفكرني، سألني في ايه؟ لود اكشن. لو شلنا صفحة من الصفحات دي اعتبرناها مش موجودة، هنشيل مثلا الفوتر. تمام، سميناها فود بس، ونحاول نرن الصفحة دي. طبعا هي هنا فوت وهنا فوتر، طبعا مش هيعرفها يعني، راح عمل ايه بقى؟ انتوا معايا؟ جاب ايه؟ فوتر
نتخانق. ماشي يا شباب. نشيل الصفحة عشان أستاذ إيهاب معلش أنا مش بحب اللهجة دي في التعامل، معلش آسفة جدا يعني، يا ريت معرفش يعني حضرتك مش عاجبك الكورس حضرتك فيه ما تكملش يعني. مش شايفة إن الكورس إجباري على حد، أعتقد مش إجباري على أي حد فينا يعني إحنا جايين برغبتنا، بس لو حضرتك مش حاسس بالكورس او حاسس ان ما اعرفش ماشي حابين تستفيدوا اوكي، بس اعتقد اللهجة دي مش مظبوطة يعني. اوكي مفيش مشاكل. تمام. بص هقول لحضرتك حاجة، لو في أي مشكلة خاصة بالكورس أو يعني حضرتك ممكن تكلم الدعم، أنا شخصيا مش مجال إن احنا نقول كلام أو نحكي يعني، فأنا بقفل الكلام في القصة دي بعد إذن حضرتك، بس أنا بقفل الكلام في القصة دي. تمام ماشي يا أستاذ إيهاب، بشكر حضرتك ومعرفش يمكن حضرتك مش لا مش قصدي حاجة يا أستاذ أحمد، أنا مش قصدي حاجة، أنا أقصد إن إحنا مش مجبرين على بعض يعني، في ناس شايفة إنه مش عارفة هو أستاذ إيهاب اللهجة غريبة فأنا مستغربة الصراحة، فعشان كده أنا بقول الكلام ده. تمام بس ليس إلا يعني في طريقة الكلام مش عاجباني صراحة. أوكي طيب لا مش هي القصة في كده كمان، مش القصة في كده، القصة كمان بلاش الفرانكو لو سمحتوا، بلاش الفرانكو مش بحب الفرانكو لو سمحتوا، ما تتكلموش فرانكو حصل خير الحمد لله. يا ريت يا جماعة خلي بالكم من حاجة، أنا من الناس اللي ما بحبش كلام بطريقة انتوا عارفين يعني، الكلام أكيد كل واحد بيقول كلمة أكيد بيبقى عارف هي تقصد ايه، فبلاش الكلام بالطريقة دي. لو حضرتك عندك نقد معين تقوله للدعم، فيك تقوله معرفش فيك تقوله بأي طريقة بس ما تقولهوليش. ماشي يا جماعة. نرجع نكمل وننسى كل الأمور دي ونبدأ نرجع القصة بتاعتنا. شفتوا الفطر ايه اللي حصل فيها؟ حد يقول لي ايه اللي حصل في الفطر لما غيرنا أستاذ رامي، خاصة أستاذ رامي ايرور، أستاذ رامي حضرتك قلت لو شلنا صفحة أو الصفحة دي مش موجودة إيه اللي هيحصل، فأنا قلت لحضرتك إن الصفحة دي هيجي يقول لي إن الصفحة اللي أنتي بتدوري عليها هي مش موجودة. أكيد أكيد في طبعا في، أيوة يا أستاذ رامي في وده إن شاء الله يمكن يكون موضوع محاضرتنا الجاية بإذن الله. وصلت الفكرة اللي حضرتك كنت بتسأل عليها المهم؟ سؤال بقى، لو الصفحة دي مش موجودة عرفت. تمام اوكي هجيبها لك تاني مفيش مشاكل، خلاص احنا شلنا اسم الصفحة هو مكتوب فوتر وانا غيرت اسمها وسميته فوت بس، وهي نفس الصفحة ما غيرتش اي حاجة غير اسمها. وانس ان انا رنيت الصفحة دي ماشي، راح جاب لي الايرور ده وقال لي ان الصفحة دي مش موجودة.
من الفطر فوق ماشي، وهو يمكن فوق اهي باينه. تمام خلاص، في مشاكل لحد؟ تمام ماشي يا شباب. طيب دي القصص اللي احنا بنحكي فيها، الخاصة بالانكلود والفورورد، وايه الفرق بينهم هما الثلاثة. وخدنا كمان الجزئية ازاي ان انا ادخل على البينز، على البروبيرتيز للبينز. تمام، بتمنى تكونوا استفدتوا. انا هاخد، ممكن تدوني 10 دقايق استراحة، هاخد 10 دقايق استراحة. ماشي، وعليكم السلام. هاخد 10 دقايق استراحة. وعليكم السلام. وبعدين نكمل، وبعدين نكمل. ماشي، يعني على 4، على 25 يا جماعة نرجع. ماشي يا شباب، ما أكتر من كده بقى متلقشة الدنيا. متفقين؟ أوكي ماشي. السلام عليكم. رجعنا من البريك، رجعنا قبل 10 دقايق بالظبط. يعني يا ترى الناس موجودة ولا خرجوا بره البريك؟ طب الصوت تمام الأول؟ تمام. طيب هو في شيرينج؟ في شير يا جماعة؟ في شير؟ تمام ماشي يا أستاذ محمد، في شير؟ المفروض لأ، في شير مش شايفين الشير. طب أنا هشير النت بينج تاني، معلش بص تاني. في شير؟ ستارت. في شير. طيب اعتقد ان احنا بشكل كبير غطينا كل الموضوعات اللي انا عايزه اغطيها النهارده. طبعا اللي ساعدني في كده ان انتوا بسم الله ما شاء الله كلكم كويسين. فبالتالي يعني قررت اخلي الباقي من المحاضره ده هو عرض للناس، عرض للمشاريع اللي انتوا او الشغل اللي انتوا عاملينه. اوكي، فالحقيقة كان أكتر الحضور نشاطا. احنا امبارح عرضنا الاثنين، أستاذ محمد والأستاذ ياسين. النهاردة بإذن الله هنعرض لأستاذ رامي، عرضنا له امبارح باور بوينت بس. فالنهاردة هنبعت له، هنعرض له الشغل اللي بعته النهاردة. فيا ريت تبصوا معانا كده الناس قد ايه بتشتغل وقد ايه بتتعب. ماشي، يعني دي الجي اس بي الأولانية، عمل فيها الاكسبريشن لانجويج. تمام، عايزين نبص في الران عاملة ازاي. طبعا عامل كل الاكسبريشن وكل الحاجات اللي ممكن نحتاجها. حلو الكلام. استاذ رامي رأفت مش رفعت، سوري، ولا رفعت مش رأفت. حاجة بقولها غلط في النص يعني. مجتهد صراحة، مجتهد يعني. امبارح خلصنا الساعة 6، لقيته بعت لي الصبح الحاجات. تمام، دي الجي اس بي الاولانيه وفيها الاكسبريشن. وكمان عامل لنا هنا، دي عامل لنا القصه بتاعت امبارح كلها، الاري ليست. واوريكم طبعا نظره كده على الشغل اللي هو اشتغله. دي الكلاس، عامل ستودنت ده نظره على الشغل اللي هو عامله. وعامل عامل كل شغل جافا في الموديل بعيد عن السيرفر خالص، وده حاجة ظريفة بصراحة يعني. تمام، ودي الجي اس بي، عامل سوري السيرفلت للريليست، وعامل الري والهاش ماب كل الحاجات.
ودي الأكواد الخاصة بالعرض. بنشكر الأستاذ رامي، بشكره فعلا، لو كان استفاد مني امبارح حاجة ففعلا مجهودك رائع يعني. ده أستاذ رامي، ده بداية يعني. ماشي، من أول امبارح الخمسة ميثودز، عمل الخمسة ميثودز معانا، فهنبص على أستاذ رامي تاني. فيديو والسورس باكج، هو من الناس اللي بتحب التقسيم جامد، وده ظريف جدا طبعا. ده الشغل اللي طلبناه الاسبوع اللي فات، ده الشغل اللي طلبناه الاسبوع اللي فات، هو عمله لنا، وكان بعته باوربوينت. الحقيقة بعته 8 مرات بعته 8 مرات، ودي الخمسة ميثودز اللي هو عاملها. اوكي، وده كمان صفحة إضافية. اوكي، عاوزين نرن ونشوف الدنيا ماشية ازاي. هو سوري، اكيد انا برن حاجة مش صح يعني. احنا بنرن انسيرت، سوري، هنرن على الانسيرت. تمام، هندخل الداتا. استاذ محمد في المغرب كان عامل لنا فاليديشن على القصه دي، لازم ندخل ايميل معين، ولازم ندخل طبعا، هو مطلع عشان انا بدخل عربي واي كلام في الكلام يعني. تمام، وعامل لنا صفحه تانية، انسيرت تانية، كنترول في، دي اللي هي كانت لوحدها. ممكن سر انت، طبعا الفون بيدخل ارقام وكل حاجه يعني. ده شغل استاذ رامي، بشكره كذا مره عشان شغل مجهود جامد يعني. تاسك 4، فين تاسك 4؟ تاسك 4 دي عشان حضرتك كنت مش موجود يا استاذ محمد. طيب، عندنا كمان استاذ محمود ظهر حديثا معانا. استاذ محمود يعني من الناس اللي اجتهدت برضو وعملت شغل، فهنبص على شغلها، وهو يمكن نفس فكرة استاذ محمد انه عامل لنا صفحتين في صفحة واحدة يعني، بس عاملها بطريقة مختلفة يعني. طيب، شغل استاذ محمود ده الجي اس بي اللي بتعرض، دي الصفحة الرئيسية اللي هيدخل فيها والاكشن بتاعها رايح فين، دي صفحة لوحدها هيعمل لها قولوا معايا اتش ريف، ودي صفحة السيرفلت. طبعا هو سايب الكود بتاع الاتش تي ام ال، صفحة السيرفلت اهي، ودي البين، وكمان عامل الاستودنت. طب عاوزين نرن الشغل ده، استاذ محمود عامله بالالوان طبعا، في ناس بتحب الالوان. عامل لنا الصفحه دي، بتجيب الداتا دي، وعامل اتش ريف هنا. لو انت عاوز تروح للميثود الثالثه هيرجعك على هنا وتدخل الداتا وترجست، فهيجيب لك الداتا دي. ماشي ماشي. طيب، لا، عرضت امبارح يا استاذ محمد، عرضت الاستاذ محمد من المغرب، عرضت شغل حضرتك امبارح بس ما بعتهاش. لا شكرا، لا عرضت امبارح، لو الفيديو بتاع امبارح هتلاقيه معروض. احنا بس عرضنا شغل النهارده، واستاذ رامي ما عرضنالوش شغل امبارح، عرضناه باوربوينت. انا بشكر كل الناس اللي بعتت الشغل، بتمنى انتوا ايه رايكم، الناس اللي هي مش اصحاب الاعمال دي ايه رايكم؟ يا شباب ايه رايكم في الشغل؟ استاذ طارق، استاذ ياسين، ايه رايك؟
اكتر من جيد اعتقد. استاذ ياسين، استاذ ياسين اعتقد استاذن. تمام ماشي، مش فاهم، مش فاهم ولا حاجة. شكرا يا استاذ محمد، مش فاهم حاجة خالص، شكرا. بس ما شاء الله عليهم. بصراحة ما شاء الله، ممكن اكتر من كده، ممكن اكتر من كده. طيب عاوزين، منتظرين الاكتر من كده منك يا استاذ محمد، يعني عاوزين الاكتر من كده من حضرتك. تمام. اللي بيقول لا، الحمد لله على السلامة، انا مش معترضة. انا بقى معترضة على ان حضرتك ما فهمتش، يبقى العيب فيا اكيد يعني، بس مش معترض على حضرتك خالص يعني. طيب لا والله، ده انتوا شغلكم رائع بصراحة. لا بصراحة انتوا اكيد انتوا مستوياتكم، انتوا ناس كويسين عشان كده مطلعين الشغل ده، ما اعتقدش اكتر من كده. وانا بعمل اكتر حاجة بقدر عليها يعني، لو فيا اعمل اكتر من كده هعمل، بس هو ده اكتر حاجة. بس انا يعني اتبسطت لما انتوا عملتوا الشغل ده، ربنا يكرمكم يا رب. بتستفيدوا عشان انتوا كويسين، مش عشان انا كويسة، لا بتستفيدوا عشان انتوا عندكم معلومة وعندكم استيعابكم جيد، وكمان عندكم حب، عاوزين تكملوا، عاوزين تستفيدوا كده منكم يعني. ربنا يكرمكم يا رب. طيب النهارده كده احنا اعتقد ان احنا خلصنا اللي عندنا، ما عنديش حاجة تانية اقولها بالنسبة للنهارده. في حد كان عايز مني اعمل ريفيجن بسيط او سريع، مش عارفة هو لسه موجود ولا خرج. طبعا قصة ان الكلاس مفتوح ده حاجة حلوة قوي يعني، كل اللي عاوز يطلع او يدخل براحته، فده جميل جدا يعني. فمش عارفة هل الناس اللي كانت عاوزانا نعمل ريفيجن لسه موجودة ولا مشيت. في جزء الاسكوب نخليه المرة القادمة. الاسكوب ماشي يا استاذ. هو إيه؟ انت عاوز ايه في الاسكوب بالظبط يا استاذ رامي؟ معلش حدد لي ايه الجزء الاسكوب. استاذ رامي ممكن فلاش، الفرق بين الريتس والصفحة. البيج والريكوست، لا دي سهلة يعني. البيج والريكوست، الريكوست ده بيكون بين صفحتين، لكن البيج بيكون في صفحة واحدة يا أستاذ رامي. in the same page بالظبط كده، والريكوست بيكون صفحتين. تمام يعني، تمام يعني لما عملنا الصفحة اللي فاتت، ويمكن أنا كنت قصدي يعني، أنا أحيانا بحط حاجات معينة عشان أبقى قصدي وممكن أنسى أقولها يعني، فاعذروني يبقى فكروني. البيج معناها في نفس الصفحة، السكوب بتاعي في نفس الصفحة لا يتعداها. ويمكن انا قلت قبل كده، هو عندي اربعة سكوبز يا استاذ رامي، عندي بيج وريكوست وسيشن وابليكيشن. تمام معايا؟ عندي اربع حاجات، بيج وريكوست وسيشن وابليكيشن. البيج دي بيكون في نفس الصفحة. طب البيج معناها ايه؟ معناه يعني خلينا نفترض كده يعني نطاقها، يعني ايه نطاقها؟ يعني امكانياتها ايه؟ لو انا عملت السكوب داخل الصفحه بيج، يبقى هي ما اقدرش استخدمه، ما اقدرش استخدمه بره النطاق ده. حلو الكلام؟ طيب لو عملتها ريكويست معناها في الريكويست بالظبط كده، الابلكيشن. ماشي يا استاذ احمد حسن، تمام كده. بالنسبه للريكويست هي بين صفحتين، ايوه بالظبط، لايف سايكل. شكرا يا استاذ محمد. ايوه مده حياتها قد ايه؟ لو هي في البيج تبقى صفحه واحده، طب في الريكوست تبقى صفحتين، طب في السيشن، حد يقول لنا في السيشن بقى مده حياتها، هي فتره حياه السيشن للشخص الواحد. ويمكن احنا قلناها المره اللي فاتت او جبت لكم صور، بس يمكن ما وضحتهاش بالشكل الكافي يعني. حد شافها المره اللي فاتت وفاكرها؟ طيب وشافها معانا؟ تمام. اكس ايج اوف سيشن، واضح يا استاذ محمد مغرب اساسا واخد ويب ابلكيشن بس بيراجع معانا بس يعني. استاذ محمود تقصد ايه؟ ثانكس. طيب
بنقول تاني، السيشن بتكون للشخص الواحد فقط، يعني مثلا زي ما حضرتك بتدخل على الايميل بيتفتح لك سيشن، السيشن دي خاصة بمين؟ بحضرتك. تقدر بقى تدخل لصفحات وتقفل وتفتح وتقفل. وانس ان حضرتك سبت الايميل لفترة معينة مثلا، فخلاص السيشن بتقفل ماشي، او بيتحدد تايم. على فكرة احنا عندنا محاضرة عن السيشن لوحدها كده في الاخر باذن الله، بعد المحاضرة الجاية، او يعني بعد المحاضرة او محاضرتين. طيب ايوه بنعملها تايم اوت بالظبط. طيب بالنسبه بقى للابلكيشن، لو انا قلت ان الفاريبل ده معمول على ابلكيشن، هيكون متاح له، يعني متاح في كل الابلكيشن، على مستوى الابلكيشن كله. في مشكله كده يا استاذ رامي خاصه بالسكوبس؟ اكسيت سكوب فور كوبيز. تمام ماشي اوكي قربت. ماشي كلوز وين سيرفر كلوز ان ابلكيشن بالظبط كده يا استاذ احمد. تمام واضح ان انتوا يعني نلتزم بالكورس بقى ولا لا؟ استاذ احمد مش عارفه قصه تلتزم بالكورس، هو ممكن تلتزم وتفهم بس. حضرتك فهمت النهارده؟ طيب يا استاذ احمد حضرتك فهمت النهارده؟ استاذ احمد ايه؟ مش عارفه اقرا الاسم التاني معلش اعذروني، واضح ان انا محتاجه كورس لغه عربيه شويه. بوريكا ده حضرتك مش من هنا صح؟ مش من مصر يعني، سوري الاسم ده غريب يا اقصد. المغرب ان شاء الله، لو من المغرب تقدر تكمل عشان بتوع المغرب شاطرين. وقواعد بيانات عشان هيك انا مهتم بيه. غزه ماشي يا استاذ احمد، بس عاوزه اقول لحضرتك حاجه. حلو انك تكون مهتم بالبرمجيات وقواعد البيانات، بس ما اعرفش، هو انا اعتقد يعني لازم يكون عند حضرتك اساسيات عن الجافا، لازم يكون عند حضرتك اساسيات عن الجافا. ممكن حضرتك تكمل معانا تمام، يعني حضرتك ممكن تكمل معانا لاخر الكورس، بس هتلاقي مثلا مشاكل في استخدامات الجافا، اللغه المكتوبه يعني. حضرتك بص على الجافا، بص على محاضرات الجافا اللي قبل كده. وعليكم السلام. ماشي ماشي يا استاذ احمد، وحضرتك اللي تقدر تقرر انت قادر تكمل في الكورس ولا لا، يعني دي يعني ترجع لكل واحد فينا، ما ترجعش لحد معين. ماشي ممكن حضرتك التاسك. هو انا قلت التاسك، قلت اول واحده، اول حاجه احنا خدناها حضرتك قلت لنا يا استاذ احمد حسن. ماشي ماشي، هبعت لك تاسك يا استاذ رامي لوحدك. خلاص هبعت لحضرتك تاسك لوحدك تعملها. اوكي ماشي، اللي عاوزين تاسكات لوحدهم فور اوفر، يعني انتوا بس اللي بتعملوا تاسكات اصلا، يعني انتوا 3 4 ميتو. خلاص ماشي يا استاذ محمد ماشي اوكي، هبعت لكم تاسك لوحدكم يعني. خلاص اوكي استاذ محمود وكل الناس ماشي، هبعت لكم تاسك كلكم على المنتدى وانتوا حلوها، اللي يحلها يحلها في نهايه اليوم النهارده. بشكركم طبعا. في حد عنده اي اسئله خاصه بالجزئيات اللي فاتت في الاي ال؟ احنا كده خلصنا الاي ال وخلصنا الجزئيات الخاصه بالجي اس بي، سواء اكشن او اكشن او دايركتيف. ليه؟ لا لا ليه؟ ليه يا استاذ محمد؟ محمد ولا ايه؟ محمد مش شرط يعني، مش شرط، مش القصه في كده يعني، مش شرط يكون تخصص حضرتك برمجيات. لا انا بقول ما مش ما ينفعش تدرسها، بقول ما ينفعش الناس تاخد الاي اي قبل ما تكون دارسه فيزياء. تمام؟ فيزياء سوري، حد في الفيزياء. ما ينفعش سوري، ما حدش ينفع يدرس الاي اي قبل ما يدرس جافا، هو ده الحوار يعني حضرتك ما ينفعش تكمل قبل ما تاخد الحروف، صح ولا غلط؟ ماشي بس
الناس كلها، معلش يا جماعة انا هأكد على حاجة، انا ما بقولش الناس ما ينفعش ما تدرسهاش، بقول ما ينفعش ناخد المستوى التاني قبل ما اخد المستوى الاول، ما ينفعش اخد اكتب جمل قبل ما اخد الحروف، بس هي دي القصة. لكن اي حد عاوز يكمل كمل. بالظبط كده بالظبط. ومش شرط تاخد الاي ام، ممكن تاخد الاي اي بس، ممكن تاخد الام اي، يعني مش شرط تاخد الاي اي والام، مش مهتمه بالموبايل ابلكيشن مثلا او العكس. تمام، لازم ناخد الاساسيات، ناخد الاس اي، ناخد الاس اي، وبعد كده عايز تكمل اي اي كمل، عاوز تكمل ام اي كمل، حاجه براحتكم. ماشي يا شباب، بشكركم النهارده. في حد عنده اسئله خاصه بالجي اس بي في الجزئيات اللي فاتت؟ او تمام يا استاذ محمود، اوكي ماشي. كنت عاوز اسال، في حد عنده اسئله في الجزئيات اللي فاتت؟ في حد عنده اسئله في الجزئيات اللي فاتت؟ حد عنده اي اسئله؟ مفيش حد خالص. مالها محاضرة امبارح يا استاذ محمد؟ امبارح مالها محاضرة امبارح؟ اوزنها يعني. اوكي ماشي ماشي. طيب، الناس في اي اسئلة خاصة؟ ماشي. في اسئلة خاصة للجزئية؟ اخر حاجة، اخر مرة هسأل، في حاجة خاصة بامبارح او خاصة بالنهاردة عندكم فيها اي اسئلة؟ الجمعة، اعتقد الجمعة سبت خلاص، الجمعة. كلكم كده تمام؟ كلكم وصلتوا لل بس مواعيد الكورس، مواعيد الكورس الجمعة والسبت الساعة 4 العصر. لا، ربنا يكرمكم يا رب. شكرا ليكم، شكرا ليكم، عشان انتوا كمان بتتعبوا. الناس اللي بتبعت تاسكات اكيد هي مضغوطة واكيد عندها شغل، ومع ذلك بيدونا من وقتهم وبيفكروا وبيشتغلوا. ربنا يكرمكم يا رب. بتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا النهارده. بتمنى الناس تبعت لنا تاسكات. الناس اللي عاوزه تاسكات، ممكن انتوا تفكروا في حاجه، فكر انتوا يعني، بصيت على البروفايلات بتاعتكم حاساكم بتشتغلوا في المجال اصلا، يعني حاسه فيكم ناس بتشتغلوا في المجال، ففكر في حاجه انت بتعملها في المجال عندك بلغه تانية غير الجي اي اي، واعملها بالاي اي وابعتها لنا. ماشي يا استاذ رامي، استاذ محمد، استاذ محمود، استاذ طارق، استاذ ياسين مش موجود، فحضراتكم ممكن تعملوا كده، ممكن تشوفوا اي حاجه كانت بتتعمل لحد دلوقتي ممكن تتعمل ازاي بالاي اي لحد اللي خدناه، يعني حضراتكم بتعملوا شغل بالبي اتش بي او بتعملوا باي لغه تانية، شوفوا عاوزين نعمله بالاي اي، شوف هتعمله ازاي لحد ما خدنا، لحد ما وصلنا. اوكي، يعني انا مش بحب اقول تاسكات بمعنى تاسكات، مش عايزين نتقل على الناس يعني. عارفه ان حضراتكم مشغولين، وعارفه ان عند حضراتكم اشغال، بس كنت عاوزه اتاكد اولا واخيرا ان الناس متواصله معايا وقادرين يفهموا او قادرين يوصلوا للموضوع. سؤال خارج الموضوع يعني، على حسب السؤال، على حسب السؤال يا استاذ احمد، لو يعني على حسب السؤال ممكن ارد او لا. اتفضل. المرة دي ايه؟ التاسك المرة دي زي ما قلنا. ليه علاقة بإيه؟ بالموبايلات. طيب، التاسك المرة دي الحاجة اللي احنا خدناها النهاردة اللي هي الخاصة بأول حاجة خدناها، انت قلت لي عايزين ناخدها من اليوزر اللي هي الصفحة دي،
قلت لي عاوزين يا استاذ احمد حسن اعتقد عاوزين ناخدها من اليوزر، فحضرتك هتعملها لنا من اليوزر بدل ما نعملها في كونستراكتور. بس دي التاسك بتاع المره دي. الناس اللي عاوزه شغل مختلف قلنا ان هم هيشوفوا الحاجات اللي هم بيشتغلوها في شغلهم بالام اي بالظبط كده. دي قلت لي عاوزين ناخدها من اليوزر، وهو ده اللي كنت بفكر فيه فعلا اديه لكم تاسك. فبالام اي صح، بالموبايلات بالظبط كده. طيب استاذ احمد حسن هتعمل لنا دي، تاخد من يوزر، مع اني اول ما شفت الشغل ليك خالص، فيا ريت يبقى ده اول شغل ليك تعمله لنا. اوكي طيب ماشي يا شباب، بشكركم جامد جدا، بتمنى انكم تكونوا استفدتوا النهارده وكل المحاضرات اللي فاتت. بتمنى الناس الجديده معانا لو قدرت تتابع يا ريت يتابعوا، ما فيش مشاكل عندي. اشوفكم على خير ان شاء الله الجمعه والسبت الجايين في محاضره جديده، هنتكلم عن الكاستم تاجز باذن الله. وبكده يبقى احنا يعني خلاص بنقترب من نهايه الكورس ان شاء الله. شكرا يا جماعه، السلام عليكم.